ولكن خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة بأهم العناوين وأهم الترندات في حلقة برنامج الترند. في ترند الأهلي، الفريق الأول يبدأ الاستعداد لنهائي إفريقيا السبت المقبل. كمان في ترند الأهلي، سداسي الأهلي ينضمون لمعسكر المنتخب غدا. أما في الترند العالمي، صلاح على بعد هدف لتحقيق رقم تاريخي جديد. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم بالتاكيد تابعتوا معانا اهم العناوين، لكن النهارده في مباريات مثيره في دوري ابطال اوروبا. اول مباراه وفي مباراتين تحديدا الساعه 8 الا 5، مباراه لوكوموتيف موسكو مع اتلتيكو مدريد، مباراه بالتاكيد قويه جدا. ايضا مباراه الساعه 8 الا 5، شختار دونيتسك مع بروسيا مونشن جلادباخ الساعه 8 الا 5 ايضا. وفي ست مباريات الساعه 10، ريد بول سالزبورج النمساوي مع بايرن ميونخ الساعه 10، ريال مدريد مع انتر ميلان الساعة 10، مباراة كبيرة وقوية. مانشستر سيتي الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني، بورتو البرتغالي مع مارسيليا الفرنسي، ميتلاند الدنماركي مع أياكس أمستردام الهولندي. وفي الختام مباراة همنا بالتأكيد، مباراة ليفربول الإنجليزي لكنه هيكون ضيف على فريق أتلانتا الإيطالي في ختام مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم. مباريات كلها قوية ومثيرة بالتأكيد، هنتابع كلنا مباراة الساعة 10 مساء، مباراة ليفربول والنجم المصري محمد صلاح.